الله الرحمن الرحيم. اولا انا يعني كايرو بي سي ار سيمينار علامه من علامات التقديم العلمي والجميل لشباب الاطباء، وهو فيه الميزه ان بتقدم الحالات ويبتدي يحصل فيها مناقشه للحالات وبصوره جميله جدا، بحيث يستفيد منها الخطوات اللي بسميها ستيب باي ستيب، اللي هي ان يقدر يتعلم منها شباب الاطباء ازاي يتعاملوا مع الحالات. وكان في تقديم لحالات مختلفه جدا جدا المره دي، منها اللي هو البايفوركيشن والليفت مين والانستنت ريستينوزس والسبلنس فين جرافت ستينوزس، ودي كلها من الحاجات اللي بتقابل كتير جدا جدا من الاطباء، ولازم يعرفوا الخطوات مع وجود خبرات اوروبيه ومصريه في هذا المجال، وبالتالي يحصل تناغم ما بين الافكار وتبادل الخبرات، وبيستفيد منها طبعا الاطباء. عشان كده انا بدعو كل الاطباء الشباب، اطباء القلب الشباب، ان هم يحضروا البي سي ار سيمينار اللي بيتعمل في القاهره، وده من الحاجات اللي هتبقى ان شاء الله اعتقد انها من الحاجات المهمه جدا جدا في السنوات القادمه.